إن هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هجرة المصطفى من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لا يمكن أبدا أن احنا نعتبرها حدث عابر في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي تاريخ كمان المسلمين ما هيش حدث عابر مطلقا، بل هي حدث فريد وفارق، فارق لأنه غير مسار تاريخ البشرية كلها اللي تأثرت بهذه الحضارة العظيمة. مش بس أمة الإسلام فقط اللي تأثرت وخرجت خير أمة أخرجت للناس، لقد كانت الهجرة النبوية المشرفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نقطة تحول حاسمة في بناء الأمة الإسلامية، لأنها نقلت المسلمين من مرحلة الاضطهاد الديني واللي كان بيمارس عليهم من قبل قريش، ونقلتهم من حالة الضعف الشديد في مكة المكرمة إلى مرحلة القوة والاستقرار في المدينة المنورة. فقد أسس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أسس في المدينة مجتمع جديد قائم على قيم العدل والمساواة والحق والعمل والتعاون والإخاء، فأسس لمعاني المواطنة اللي بتحكيها المجتمعات الإنسانية الحديثة كلها بعد ظهور الحضارة الإسلامية، وده مما ساعد في نشر رسالة الإسلام الحنيف بطرق صحيحة وسليمة ومنظمة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي، مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.